عملية سرية قادت أهم العمليات وأقواها، لكنها للأسف اختارت الجانب الخطأ من القضية، وبدلاً من أن تستغل مواهبها في خدمة وطنها وقضيتها وشعبها، استغلته على النقيض من ذلك، وكل ذلك بسبب قصة عاطفية فاشلة عاشتها في شوارع عمان. فما قصتها؟ أمينة داود المفتي أو آنيا موشيه براد، شابة أردنية من مواليد العاصمة عمان بأصول شركسية وملامح وجه جميلة، بدأت قصتها في عام 1939، وهو العام الذي خرجت فيه إلى الدنيا. نشأت أمينة في بيت كريم لأسرة ميسورة الحال، وكانت أصغر أشقائها وأكثرهم دلالاً من والديها وأشقائها، لكن كما يقال في الأمثال، فالحياة لا تعطيك كل شيء. ففي مرحلة بسيطة من حياتها تعرفت أمينة على شاب عربي ممن هاجروا من قراهم ومدنهم بعد 48 ليستقروا في الأردن. أقام الشاب بسام في منزل قريب من أمينة، وهنا بدأت علاقة عاطفية تجمع بينهما، لكن فيما بعد تخلى عنها وتركها، وهو الأمر الذي بحسب كتاباتها مثل صدمة عاطفية لها لم تستطع أن تتجاوزها، خصوصا أنه بعد ذلك أرسل لها بطاقة دعوة على زفافه من فتاة أخرى. وبسبب تلك العلاقة ساءت أحوالها الدراسية، وبالكاد تمكنت من الحصول على شهادة دراسية بدرجة المقبول، لكنها في تلك الفترة قررت أن تخرج من الأردن إلى بلد آخر حتى تبتعد عن ذلك المكان الذي صار يمثل كابوساً يحمل ذكريات مؤلمة لها. انتقلت أمينة إلى النمسا لدراسة الطب النفسي، وهناك تعرفت على إحدى زميلاتها في السكن، وكانت واحدة من مواطني الدولة الأخرى. وبمرور الوقت تعرفت أمينة عليها وتقربت منها وصار أصدقاء، لتأخذها في إحدى المرات لزيارة والدها، وهنا بدأت علاقة عاطفية في حياة أمينة، لكن هذه المرة مع والد صديقتها، رغم أنه ليس مسلماً ومن القومية الأخرى، لكنها لم تعبأ بهذا الأمر. بسبب علاقاتها العاطفية الجديدة فشلت أمينة في الحصول على الشهادة الدراسية، وما هو إلا وقت بسيط حتى عرفت أسرتها في الأردن بما فعلته، ليعلن والدها تبرؤه منها ويهددها بأنه لن تبتعد عن يديه حتى لو بقيت في النمسا. بسبب خوفها من والدها قررت أن تنتقل برفقة زوجها إلى الدولة الأخرى، بعد أن قررت أن تتخلى عن الإسلام وتنتمي إلى نفس انتماء زوجها وتنتقل معه إلى الدولة الأخرى. لكن مرة أخرى تلقت أمينة الصدمة العاطفية الثانية، فبعد أسابيع قليلة من وصولهم إلى هناك بدأ زوجها يعمل كطيار مقاتل، رغم أنه كان يعمل طيارا مدنيا بالنمسا. وبعد أسابيع قليلة من التدريب قام ذلك الطيار بأولى مهامه العسكرية ضد سوريا، لكن نجحت المنظومات الدفاعية السورية في التصدي للهجوم وإسقاط طائرته والقضاء عليه وأخذ جثمانه. هنا طار عقل أمينة ووصل حنقها مبلغه، لتقرر بعد ذلك أن تثأر من العرب على ما فعلوا وأن تجعلهم يندمون ويبكون مثل ما بكت، بل وأقسمت أن تجعل 1000 امرأة عربية ينحبون على أزواجهم مثلها. انضمت أنيه إلى الجهاز الاستخباراتي المعروف، ومنه تلقت تدريبات لتنتقل بعدها إلى لبنان مستترة تحت ذريعة أنها طبيبة نفسية، لتقوم بمعالجة الأشقاء وقيادات المجموعات المنتشرة في لبنان حينها. ومن هناك استطاعت جمع كنوز من المعلومات وإرسالها إلى مشغليها عن هؤلاء القادة، ليتم استهدافهم بعد ذلك واحدا تلو الآخر. لكنها في النهاية وبسبب كلمات خاطئة أدلت بها خلال لقائها أحد هؤلاء القادة انكشف سرها، ورغم محاولتها الهرب منهم إلا أنها ظلت في الأسر منذ عام 1975 وحتى عام 1980 ليتم الإفراج عنها في صفقة تبادل أسرى مقابل 2 من كبار القادة. ومنذ حينها اختفت أمينة ولم يعرف عنها شيء حتى اليوم.